دكتور عبد الله ناصر الدين موجود معنا اليوم، مساعد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بيروت العربية. رح نحكي أكثر عن هالكلية وعن طلابها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير للمشاهدين. طبعا اليوم نحن بدي أحكي اليوم على كلية إدارة الأعمال بجامعة بيروت العربية، Faculty of Business Administration. الكلية قديمة، من الكليات القديمة جدا، من الكليات الأولى بجامعة بيروت العربية، عمرها تقريبا 60 سنة. وعلى فترة 50-60 سنة عندنا خريجين، عدد هائل من الخريجين بلبنان وبالعالم العربي. عم نحكي عن أكثر من 21,000 خريج عندهم مراكز بكل العالم العربي. آخر 10 سنين الكلية تطورت بشكل كتير كبير، صار عندنا تقريبا 18 برنامج على مستوى الأندر جراديويت والبوست جراديويت ستاديز. اللي بيميزنا يمكن شوي عن غيرنا كمان أنه عندنا برنامج دكتوراه بي اتش دي بثلاث مجالات: اقتصاد، اكاونتينج، وإدارة. طبعا كل البرامج اللي عندنا هي معتمدة دوليا من هيئة اعتماد دولية اسمها فيبا، Foundation of International Business Administration Accreditation بألمانيا. هلا يمكن الهيئة الاعتماد الدولية بتفيد طلابنا بمجالات كتيرة. نحن بنعرف هلا يمكن صار سوق العمل شوي بلبنان صعب، الخريج اللي عندنا اللي عنده مثلا شهادة معتمدة دوليا بتساهم انه ممكن يلاقي فرص عمل بالخليج وبرا، ممكن كمان تساهم انه يقدر مثلا اذا بده يكمل دراسته برا بجامعة منيحة. نحن بتساعدنا نحن كمان ككلية نبني جسور مع جامعات معروفة برا بأوروبا بأمريكا لنقدر نعمل exchange of students and visiting professors as well. هذا الاعتماد طبعا يمكن هو مبني على أساس تطور مرقت في الكلية، وبالأكيد هو ضمن استراتيجية الجامعة ككل التوجه نحو الاعتمادات الدولية. اعتماد من هالنوع شو بيكون مراقب؟ يعني بيكون في عندهم مواصفات معينه بالبرنامج؟ طبعا طبعا طبعا. وطبعا في معاييرتين، مثلا نحن بنركز على ثلاث اشياء اساسيه. بنركز مثلا على موضوع الكوميونتي سيرفيس، نحن قرب كثير من المجتمع اللي نحن فيه. عندنا دورات تدريب لبلديات بالمناطق اللبنانيه، صرنا مدربين 27 بلديه منطقه البقاع. عندنا ويمن امباورمنت ورك شوبس از ويل، منه موضوع محصور بس بتعليم طلاب. عملنا عنا مركز انتربرينورشيب نساعد طلابنا ليعملوا دراسه جدوى اقتصاديه، يقدموا كمان للمصارف ليحصلوا على تمويل. البراكتس بيكون يعني صار خلال الدراسه، يعني في طلاب بيتوجهوا على وظائف، في طلاب بيكونوا مور سيلف امبلويد، بحبوا هن يكون عندهم روح المبادره الفرديه. من ناحيه ثانيه طبعا الاساتذه عندنا نحن بالكليه كلهم بي اتش دي هولدرز، اوبفيسلي اكثر من 95% اوف ذم. بنعمل ابحاث، في عنا ابحاث مثلا الفاينانشال انكلوجن، دمج المالي، البطاله، اللي هلا عنا ابحاث بالنفط والغاز مموله من جهات محليه ودوليه، وطبعا كلها منشوره بمجلات مرموقه عالميا. شو بعد الكليه كمان ناحيه ثالثه؟ فرص العمل، انه هلا مشكله كبيره نحن بنعرفها بلبنان، الطالب بياخذ الشهاده وصعب يلاقي فرصه عمل. نحن عم نحاول نساعد شوي الطالب انه يستفيد من هالشهاده اللي عم ياخذها، عم نأمن فرص تدريب تريننج انترنشيب وامبلويمنت لطلابنا. يعني كل سنه تقريبا عندنا مئات فرص التدريب بقطاع المصرفي، بقطاع الفنادق، بمؤسسات عامه. طبعا لدى اختيار يعني الاختصاص، كل اللي تفضلت وحكيت عنه قبل شوي من يعني فرص العمل ومن هالاختصاص يلي ممكن يكون مناسب لبروفايل معين من الشباب ولا لا، يعني كل هيدا ضروري يعني ينعمل له جايدنج ويكون عم يندرس. بس كمان الكامبس شغله كثير مهمه طبعا. هلا الكليه لأن كمان في سنوات يعني بده يعيشها الطالب بهالمكان. صحيح. هلا نحن عم نحاول قد ما فينا ننمي قدرات الطالب. نحن عندنا لجنه استشاريه للكليه بتميزنا اعضاء، واللجنه الاستشاريه هي رؤساء ومدراء شركات فاعلين بالاقتصاد اللبناني. نحن بناء على توصياتهم من ناحيه حاجات السوق من فرص العمل عم نطور برامجنا. مثلا مؤخرا عندنا فيرست ناشونال بنك مولوا عنا، عملنا غرفه بورصه جديده لها معايير دوليه. هذه غرفه البورصه بتساهم انه طلابنا يكتسبوا مهارات الاونلاين فاينانشال تريدنج، خصوصا نحن بنعرف انه لبنان بالسنتين اللي جايين حيصير في تطوير للكابيتال ماركتس بلبنان، طلابنا بيكونوا جاهزين لهذا الموضوع. من ناحيه ثانيه نحن عندنا برنامج جديد عملناه عن جديد هلا، اللي هو يمكن فيك تقول ذا ليتست اوف الكليه، اسمه دكتوريت اوف بزنس ادمنستريشن دي بي اي.
هذا البرنامج هو دكتوراه بالدكتوراه مهني بإدارة الأعمال، بيستهدف رؤساء مدراء شركات بلبنان وبالخليج وبالشرق الأوسط بالتحديد. وهو بالفعل أول كوهورت اللي إجوا على البرنامج هن مدراء شركات بلبنان وبرا. هذا البرنامج أخذ عضوية بالإكزيكوتيف دي بي أي كونسل بأمريكا، وتم تطويره مع جامعة جورجيا ستيت يونيفرسيتي كمان. وبرنامج نحن فكرنا فيه بالتحديد بعكس جامعات تانية موجودة بلبنان، ما في كتير برامج دي بي اي بلبنان، انه البرامج التانية بياخدوا الطالب بيروح لبرا بيسافر لبرا ليقدر ياخد الكورس. نحن فكرنا بالعكس، كرمال موضوع الفيزا نخفف على الطالب وموضوع السفر، نحن تحملنا الكلفة، منجيب الاساتذة البروفيسورز من برا بيجوا بيعطوا كراش كورس بلبنان على فترة 3 أيام. وهذا البرنامج طبعاً 3-4 سنين بيكون الواحد معه دكتوراه، أكثر تطبيقي مهني لحتى يفيده بضمن إطار شغله. الأساتذة بيعطوا كراش كورس بلبنان وبعدين التواصل معهم بيضل مفتوح؟ ما هو بيخلص الكراش كورس 3 أيام، بعدين طبعاً بصير في تواصل على فترة أسبوعين، وبعد منها بصير في كورس ثاني بعدها بشهر وكورس ثالث بعد شهر and so on على فترة 2 كورسات، وobviously eventually بفوت بالأطروحة. نفس الأساتذة بيروحوا وبيجوا يعني؟ نو نحن شكلنا عنا أساتذة جايين من جامعات مثل سان جالان بسويسرا، في عنا اساتذة جايين من الارجنتين، في عنا اساتذة جايين من امريكا، فنحن شكلنا عنا اساتذة من كل العالم. وهذا البرنامج طبعا لانه هو برنامج هالقد متنوع من ناحية حتى الاساتذة اللي بيجوا من برا، عم يستقطب ناس من قطاع الصيدلي، قطاع الهندسة، قطاع الجامعات، من مختلف القطاعات، حتى مجلس التعاون الخليجي رؤساء عم بيجوا على البرنامج، فبرنامج ناجح جدا. عنا برنامج ثاني هلا قيد التطوير، وان شاء الله يمكن الفصل الجاي حنطلقه. نحن بنعرف هلا منطقة الشرق الأوسط هي منطقة لوجستيات ومنطقة تواصل مع الشرق، فنحن طورنا برنامج لوجستيات مع الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر. هيدا البرنامج MBA لوجستيات، شخص بيشتغل باللوجستيات بلبنان أو عنده ماجستير إدارة أعمال، هيك شخص بده يطور مهاراته بموضوع اللوجستيات بالتحديد، ممكن ياخذ 5 كراش كورسز بالسبرينغ ويحصل على شهادة إضافية بالـ MBA Supply Chain Management، اللي هو طبعاً مفيد كتير بالوقت الحاضر، خصوصاً أنه بعدين صار في إعادة أعمار، شركات اللوجيستكس كلهم حيتواجدوا بالمنطقة. ممكن كمان نحكي عن موضوع الكلية عنا تطويرها من ناحية الـ Student Activities، عنا نحن طورنا كتير موضوع النشاطات الطلابية. الطلاب اللي عنا ما عاد عم نركز بس على موضوع التعليم، الطالب اللي عنا مفروض نميله شخصيته من ناحية يكون عنده نشاطات كتيرة، student activities من ناحية sports، theaters، dancing، music. في وقت مع كل اللي تفضلت فيهم للطلاب كمان النشاطات؟ طبعا الطلاب بالعكس، الطالب كل ما نحن we make him more involved بالجامعة من ناحية النشاطات، طالما هو بيصير بحب يجي على الجامعة أكتر، يفوت على الصف أكتر. ومعظم الطلاب اللي عندنا الحمد لله everywhere they go they stand out very quickly بقطاع المصارف، حتى بمؤسسات دولية موجودة بلبنان. نحن عندنا بالأندرغراديويت فعنا 7 اختصاصات، هلأ بطور تحديث هيدي الاختصاصات طورناهم بسنة 2010، بس مثل ما حضرتك بتعرفي السوق بيتغير بسرعة، هلأ صار في اختصاصات جذابة أكتر، فاشن مانجمنت، سوشيال ميديا، ديجيتال ماركتينج، على عم نطول بزنس أناليتكس. الكونتنت شوي هو نفسه ولكن التسمية بتتغير شوي، ونحن بناء على توصية اللجنة الاستشارية على طول بنعدل وبنطور البرامج اللي عندنا. وهون كمان بروفايل التلميذ تنوع، يعني كل الاختصاصات بتقدر ترجع تصب عندكم وترجع تاخذ الكورسز. طبعا نحن بالتحديد يعني كل الطلاب اللي عندنا، طبعا نحن بتعرفي جامعه بيروت العربيه جامعه مركزيه بنص العاصمه، البروفايل تاع طلابها متنوع جدا، هذا الشيء طبعا نحن بنركز عليه بشكل كثير كبير، يكون في عندنا تنوع بالصف. هذا التنوع طبعا بيخلق نوع اللايفلي كوميونتي بقلب الجامعه وبقلب الكليه، وهذا الشيء بيساعد الطالب ينمى بشكل صح وينفتح على كل على كل على كل على كل الطلاب اللي هن من مناطق ثانيه كمان. هذا الشيء طبعا عنصر اساسي بموضوع التعليم، منه موضوع التعليم بس موضوع بتقعد بالصف وبتاخذ الكورس. ممكن كمان نحكي عن تطور بالكليه صار بموضوع تطوير موضوع البي اتش دي، تنزيل عدد الأرصدة to make it more flexible للطلاب. دكتور عبد الله ناصر الدين، أهلا وسهلا فيك، مساعد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بيروت العربية. شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات. وفي هلا بنرجع بنتابع لايف.